يا قلبي، رجعنا لكم من جديد بعد ما صبحنا ونمنا. انا حبايب رجعنا لكم من جديد بعد ما قعدنا ونمنا، وطبعا حاليا الساعة بالاربعة العصر، وطبعا مثل ما تشوفون صايم وقاعد بالمحل، ويعني ايه مثل ما قلت لكم البارحة انه راح اصور لكم الدراجة مالت الجديدة، طبعا هاي راح اصورها لكم وحجر عليكم القراءة، الحجر هسه بالتعليقات كتبوا لي شنو دراجتي الجديدة، هسه كتبوا بالتعليقات وكتبوا شنو دراجتي الجديدة، احسوا شيء مختلف والله العظيم، أول مرة أجيب هيك دراجة. طبعا لا أحد يقول لي شنو هذا الخاوي، طبعا مثل ما تعرفون صايم وحار الدنيا، فحاط هذا الخاوي دوب المحل. هسه راح أراويكم الدراجات وحجر شنو دراجتي الجديدة. مثل ما تشوفون هاي دراجتي القديمة، مثل ما تشوفون هاي دراجتي القديمة، مثل ما تعرفوها هاي دراجتي. هاي القديمة مالتي، الحلال مالي القديم. مثل ما شفتوا حبايب دراجته القديمة هاي الماكس اللي هاي، وان شاء الله راح تنباع الشخص من شارع فلسطين، احد متابعيني على اليوتيوب قال لي انا احد متابعينك فاريد اشتري دراجتك، لان اكثر الناس يعرفون دراجاتي شنو، يعني ما اجيب شيء نطيحه، كلها مرتب وانا اعتني بالحاجة من النوع اللي اعتني بالحاجة، فان شاء الله راح تنباع وبعتها بواحد ونص، ولا مطلع فلوسه ولا خسران بيها ولا رابع بيها بفلوسه، يعني شايف كل الخير مقدما الصاحب الجديد، واشتريت دراجة ثانية. خل اراويكم دراجتي الثانية شنو هي، حضروا بالتعليقات. مثل ما تشوفون حبايب هاي دراجتي الثانية السكنس الجبلي، مثل ما تشوفون حبايب هاي دراجتي الثانية السكنس الجبلي، ودي 2014. طبعا انا اول مرة اجيب هاي دراجة، اول مرة بحياتي. مثل ما تشوفون حبايب هاي دراجتي الجديدة الموديل 2014 جبلي، طبعا هاي الدراجة نزلت قبل سنتين بمعرض كرش وكلاش، طبعا تحياتنا لها، تحياتنا لهم، ونزلت سعرها ب 18 ورقة، وشخص من الكراد هم تحياته له هم اشتراها، والنوب انا اخذتها، طبعا حوالي موديل 2014، موديل 2014 طبعا اشتراها شخص من الكراد، والنوب انا اخذتها، طبعا صار لها سنتين بالشارع بس الدراجة ما متعوبة، انا بعدها بحيل. مثل ما تشوفون كلها مزودة الدراجة، الكلتشات والدبلات ستون، طبعا نوزل حديث هذا، يعني حيث حتى هاي مال بلاتهم رياضية، يعني مثل ما تشوفون هذا الكور مالها، الدراجة كلش قوية، الويل مالتها موصل 300 ألف، وأنا ما بايعة، الويل مالتها مختلف، هذا مثل ويل سبرينج، مثل ما تشوفون دراجة كلها مزودة من الطول للطول، صدر فج فلانجة ويل كور ماكينة دبلات، وهذا عندكم مال ار 6 هاي البطحة، يعني دراجة كلها مزودة، طبعا باركولة على الدراجة الجديدة، طبعا هذا هم رياضي عمبار مالتهم مثل ما تشوفوا مال البطح، وعندكم هاي اليداتهم نفس الشيء. بس الدراجة حبايب شنو ناقصها؟ ناقصها بس صالنسة وهاوزن، طبعا جاي دور لها صالنسة وهاوزن، ان شاء الله هالايام القى لي صالنسة وهاوزن اشدها واشغلها لكم، هسه ما اقدر اشغل لا بيها صالنسة ولا هاوزن، وهاي مال برمجة مال عقل مالتها مثل ما تشوفون بيها عقل رياض كان، يعني الدراجة كلها مزودة من الخارج كلها برا، مو ماكو اي تجويد هنا مثل ما تشوفون هاي الدراجة. بتقولنا بالتعليقات شنو رايكم بهاي الدراجه الجديده، الويل مالتها خلفها رياضي، قطره فراغ كلها رياضي من الطول للطول، كلها رياضه ما بيها شيء مو رياضي، وهاي الدراجه حبايب مالت الجديد، هذي شي دراجتي ان شاء الله راح تنباع. قلنا حبايب بالتعليقات شنو رايكم دراجتي الجديده،
وشنو رايكم بها، عطلات مو عطلات؟ انا صراحه اول مره اطب هاي الدراجه واشتريها الدراجه، بس كلها نصحوني هي ما طول مزوده بلادي تزويده بلادي وسطي اشتريتها، لو هنا انا مزوديها كان ما اخذها، بس لان بلادي والدراجه اعرفها الدراجه اخذتها. وكتبونا بالتعليقات شنو رايكم دراجتي الجديده. ان شاء الله هالايام اروح للكفاح، ان شاء الله هالايام حبايب اروح للكفاح بكت القى صالنصه وهاوزين للدراجه حتى هم اشغلها لكم واطلع بيها ونسوي بيها فلوق. بس خليكم ويا المقطع. طبعا حبايب الحمد لله والشكر، الف الحمد لله والشكر، والله ما اعرف ايش احكي، يعني راد يصير حادث الا شويه. هسه راح اراويكم يعني صدق، يعني بعد هذا الموقف كيف ما اركب اي دراجه، يعني ما اعرف شلون طق التاير، ما اعرف سبحان الله. شوفوا حبايب، طبعا انا وين بشارع فلسطين جاي اروح لولد صديقي، فهنا انا طق التاير عنده، بشوف صار بالتاير، شوف هذا الجلاتين اللي ما يطيق، شوف صار بي خراب عني، باو صار بي نفيدك يا علي، شوف صار بي، شوف شلون طق، شوف صار بي شوف يعني هاي الا شويه لو ماشي هواي. طبعا انا يا صاحبي عمودي قال هسه راح اشوف لك بنشرتي وارجع، يعني لو ماشي سريع كان انقلبت، بس الحمد لله سيطرت على الدراجه. شوفوا صاير بيه حبايب، راح تاير بالزباله، طاكم عمره، الحمد لله على كل حال. زين ما انقلبنا صار حادث، الحمد لله والشكر. هسه منتظرين حمودي ونشوف ايش راح نسوي. بيجي الدعم اللوجستي كلش اشكرك نظوري. طبعا الدراجه راح نصعدها بالتيك توك. ايش نسوي؟ لا حد يزود. وش على التزود وغير تاير طيب؟ لا حد يزود. بس على كيفك، على كيفك اللحيه، معود على كيفك. على كيفك لا لقمك على حلقك، عين ما صلت حنبي. على كيفك ياك اللحيه. اسال على يلا. شنو هذا؟ وين الكشن مالتي؟ انا حبايب اني نلمع على علي شعلان مثل ما تشوفون. منتظرين حضرة جنابه يجي، يعني سيجي ونشتري من يمه تاير او شوف مثل ما تشوفون حبايب. هسه منتظري، طبعا اشكر الاخ منتظر راح يرجعنا الحيور بالتيك توك مالته مثل ما تشوفون، كلش اشكرك. بس منتظرين محل علي منتظرين الوسط علي شعلان يجي يعطينا تاير ونروح. مثل ما تشوفون هذا الاخ تعب، كلش تعب. عمود التحريم تفتح هيك محل، هاي سيكنس حبايب المزوده، هاي مال ابوكي من ورا ذيك النوزي الجبليه هم، والله مال ابوكي مبوك قبل فلوس، قبل فلوس ثاني ويالي كبرات سوالي. حبايب اخذنا الغراض مثل ما تشوفون، البوش اخذنا سواقنا 63، طبعا اذن الغراض راح ادزين لصاحبي بالباصات حياتنا للعفو للعماره، وهذا كارت ابي يوف، وخذ التاير دراجتي يعني مثل ما تعرفون طق التاير. سووا هذني هذون يبيعون هذني للبيع، هاي السكنس للبيع، وعندك هاي هم السكنس الجبليه للبيع بيها مكينه ما سكنس، هذيك 16 ورقه وهاي ايش قد؟ هم 16 ورقه، بوشتها ايش قد هاي؟ وهذيك 74، هذيك 74 تبريد مي بيها راديتر مي مثل ما تشوفون، يعني دراجه علاء ما تشتغل بهيك فصات؟ ليش؟ ليش بس بسطر؟ ها؟ ما تشتغل ليش؟ تعبني. اه ليش؟ هاي تشتغل. تشتغل هاي؟ زين ليش ال 74 تاعك؟ مثل ما تشوفون حبايب. ليش بس مالتها؟ هاي كابريتر مالتها. ان شاء الله يديرها سريعا. اغراض التزويد. هذن اللي وياله هم موجودات مثل ما تشوفون، تعال منتظر احط الغراب بس من الجيس، الغراب تشيس هذن وياله نجمه مشيف، ايش تريدون موجود، كل شيء موجود.
تعال صوت. تريدون موجود. مدني حوايب دراجات من البيع هذا المطارح. كور مالته شنو؟ كور هاي. كور بصمة. أنا حاط بالي أسوي السبعينات محله بالبنوك بالقارة. الدراجات راح ينباقن. الدراجات. عبوقون الدراجات. هذا يضحك عليه راح منقل لك من كسر. هاي حبايب. شوفون جبنا تاير وصراحة مدي تايرنا والحمد لله. هاي حبايب قاعد بدي التاير بجوفته. بدون خلصته. بعد تاير صار. صاير نصين. بابا صاير بتاير مالك. تاير القديم. صاير نصين. طق سوا. ما ادري. صار من طول. هذا غرق خبط. بدو افتحنا. شوف حبايب صاير بتاير. صاير نصين. صاير نصين. صار نصين يا ابويا. ليش فتح؟ ايش هاي؟ شو صار؟ صار بالتاير يقص بالنص يقصهم بالنص. ايش تشيله؟ حبايب قلبي رجع لكم من جديد. طبعا حبايب هسه راح اروح انا وحمودي صديق حمودي راح اروح نشتري دراجه ماكس. هم دراجه ثالثه وانا عندي دراجه سكنس الجبل وعندي ماكس ماتي والسكنس مال حمودي وهسه راح نجيب وحده مزوده ماكس عدله. تزويده كله مش مشي فان شاء الله راح ننطلق وبيتهم هو الولد بس طيب وبلع ضمير. طبعا تحياتي كل شخص بيتهم بلع ضمير. يا بي طبعا هسه راح نروح للولد ونشوف الدراجه. طبعا نشرها بالفيس واخذنا رقمه وحبينا نشوفه بس الدراجه هي حلوه سعرها قال 950 مليون العفو. فنشوف اذا تسوى وحلوه ناخذها. خليكم ويا الفيديو حبايب توكلنا ان شاء الله الدراجه حلوه ومرتبه على مود ناخذها ان شاء الله. يا بالا حبايب هسه حاليا يبي تحميد هسه راح يجيب الفلوس ان شاء الله ننطلق للولد نشتري الدراجه. طبعا الدراجه ماكس عدله 2000 كبار بوشة 61 38 ار بس فيها تزويد مش مشي. دراجه مرتبه حلوه ان شاء الله بس نوصل نصورها. الحبايب منطلقين الى الدراجه الى مكان صليح. مثل ما تشوفون الدراجه هاي قلت لكم عليها الدراجه شويه مرتبه لا مو مجعمره اراديها شويه شغيلات. تسلم وما قصر ترحم الله واديك. تسلم وما الله واديك وما قصر الولد وهذا الحلال يا الله.
بالها دراجتي، انا اشتري شي دراجه والله فضيحه. هم راح يصونون وراح ينشرون كل مكان. يلا ادفعني ادفعني، هذا خليه يرفع السياره. مثل ما تشوفون جاي يدفعني وطابي الدراجه وكل شيء مفتهمين. يلا روح ادفع ادفع، يلا ادفع روح. كان نوصل للمحل، تشوفون وصلنا. وصلنا للمحل. حبايب كلش تعبنا، ما ادري شيء، شو وجهه مريم بس ما اعرف شو السالفه، تراب وتعرفون جو مزعج. مثل ما تشوفون هذني دراجات. وجبت هاي الصالات، جبت هاي الصالات دراجتي الجبلية.